الدنيا تلزينا غير كسات علينا ظروف وبلاد ملهوف اتبعنا وتشرينا والقلوب كي طعمها ما عاد تشوف وبلاد ملهوف يا دنيا يزينا حنن القلب علينا وروف كان تعمل معروف يزي ما قاسينا غير نشوفوا الايام الزينه خبينا الدمعه في تبسيمه وكلنا غدوه يجينا نهار جديد كلنا غدوه عيد وتفرح اللميمه وغدوه مستقبلنا مش بعيد وما تتمثل ليد والفقر مش جريمه حكمتوا علينا من بعيد رميتونا ورا الحديد والدمع في عينينا ياما وياما الليالي في الظلمه بكينا يا دنيا يزينا يزي مقاسينا يا دنيا تلزينا ما يتلام علينا ربي الحاكم فيك وفينا يا ما بالروج غمشينا ولد المرا غالب ومغلوب مش دمعة في جيوب تكرهنا تحبينا يا ما ثابت فينا كلوب وذوبنا كلوب والحاضر ماضينا والمستقبل ما يخبي العيوب غير يا بنات متوب وما يتلام علينا ربي وحده هو الحاكم فيك وفينا يا دنيا تلزينا والقلوب كي طعمها ما عاد تشوف خبينا الدمعة في تبسينا كيف كسرت علينا الظروف يا دنيا يزينا وما يتلام علينا ربي وحده هو الحاكم فيك وفينا لازم نطيروا بجوان احنا بالنسبه ليا انا في الدنيا هذي فما كان ابراهيم وزينه انا معاك خو ابراهيم عجبني مش ركحنا احنا نسبنا مش ركح المحامي ياخذها لا حاج ما خذهاش يستنى في صغير من نجم تطيحوا صغير ما دامك في الشهر الثاني بايرن بن صالح باش نعرس بيه وعندي فيه ثقه عاميه واضح علاش تعمل في هذا كل خاطر نحبك كلام ما عرفش تخرج من فمك بيه بايرن فهم ولا حاجه ما عادش تكذب علي ما عادش تخبي علي حتى شيء كان مزيت نكذب عليك لساني قص نتصور لي حاجتك بفلوس هكا ولي شكون ما حاجتوش بالعد الراجل اللي عمل لي هكا ما نحبش نعدي هيلو ما صدقني مرة هذي باش تراها فرحان تشوف انتي خليها باش تراها فرحان جي ماني قلت لك نحبك اما الدومين اللي نحب ندخل فيه يلزم معايا راجل عندي فيه ثقه ذكي وبوكسر ما خذتني كارت كور مان لا ما خذتك شريك 50-50 تحب تولي شريك ابراهيم شريك فيش حاجه كبيره نبنيوها انا وياك كلمتني قبلك حكيت لي حكايه حوله قالت لي جان حاسس هاد حندير يدير فيها هو ناوي على الاخر انا نحب يرجع فاست راك تحب تقعد معاي تقعد معاي ما غير القش والحوايج وفلوس الرجال اللي تبيس بيها نحبك تنظف روحك من الخماش اللي غاطسه فيه نحبك تحل عينيك وتسكرها وما تراها حتى راجل بخلي فيها سفيان فما امراه تعرعر البر تحب تشوفها شكون تابعك في الراديو اللي وقفته في بالي بس نبعث اخي طلعت محاميه انا مشي لها يمشي حاب اشوف باير بن صالح موقوف ما عندوش الحق في الزياره ماني جاي نزور فيه وما عندك الحق باش تستنطقوا من غير حضور المحامي نتاعو وين المحامي نتاعو هذا قانون شقوق مستعرف بي سيتك ولا تعرف بيها ما لبستك نسيتني اللي انت محامي لا تفضل استاذ حمد ليش لا ما تخافش راه جابوني شاهد ما عندي شيء كان جيت شاهد راه ما عنديش الحق باش ندخل معاك سي سفيان نجم نفهم شبيه الاستاذه معانا والله حتى عمرنا لعملنا ديسون باش نجيبو شاهد سيادتك حاضرة معنا كمتهم في جريمة مقتل عون الأمن الشادي العيب شنو علاقتك بعون الأمن هذا؟ ما نعرفوش عمري ما سمعت بيه نجم نعرف ندخل منوبي في القضية؟
نهار 17 مارس نهار اللي خرجت من الحبس العون تقتل. معناتها فما كان منوبي خرج من الحبس نهارتها؟ استاذه من فضلك عندك الحق باش تحضر البحث، اما كان عندك ملاحظات خليهم بعد الاستنطاق، في الاثناء ما عندكش الحق تتكلم. عندك الحق سي بايرم، فماش كان انت نهارتها خرجت من الحبس، اما فما كان انت اللي تغر ولد مولا الدب واللي تسرقها بسكينه، هكا ولا لا؟ هاي دغرت واحد، اما ما نعرفش على باي وش عنده وش ما عندوش. في بالكش اللي دب والحاج بوبكر الورغ يتسرق. بوبكر سرقوه؟ ياك طلعت تعرف. يا بالطبيعه نعرف، نسيب بنته ماخذ اخوي. ما عمره ما قال اللي هو تسرق. ما عمره ما قال لك زاد اللي ليلتها فما بوليس متعدي بالصدفه واللي السارق ضربه وغدو وفك له سلاحه وقتله بزوز كراتش. شنية؟ والله أول مرة نسمع بها الحكاية. هاي من الورقة علاش تغرتو؟ حكاية تبحثت فيها وشديت عليها ربتي، تو وش حبوها أنت؟ تبحثت فيها ما نحب نعاود نسمعها. كنا بنكين شل، فلكت معاها تنبز ضحكت عليها الولاد. بعد بمدة أنا متعدي لقيتوها وأصحاب، تكتلوا علي باش نخرج منها تغرتو. وبعد العركة ولينا أصحاب، وأكثر من الخويت. ولدت أصحاب؟ آه ونساء. خي كان جد فمه مشكلة أخته باش تاخذ خويا. تو نحبك تحكي لي بالتفصيل الممل شنو عملت نهار اللي خرجت من الحبس. هاي تعرفش كيفيه؟ ما نتذكرش. ننصحك تتذكر وننصحك زادة كان فما شكون شافك نهارتها تقول لنا. كانت حابة بعدها روحك الشبوات. من فضلك ما عندكش الحق باش تنصح مناوبي. قالك ما نتذكرش، جاوبك سجلي عايش. لا خلي يسري خيش عندي عملت انا. نهار اللي خرجت من الحبس الظاهر مشيت بعثة العزوزة وركشت بعثة. شكون معاكم؟ انا وامي واخواتي. ما جاوبش بعثاك اصحابك ما عملتش لمه باش تفرح بخروجك؟ والله حبيت نعملها اللمه اللي تحكي عليها، عملت كاتبين الزياق يا اخي هاو سبحان الله تأجل. باهي نرجع الموضوع ابو بكر الورخي. نبه عليه باش ما عادش يدور بيك. ايه بس شي مكفي. باين مسيب ما نعرفش شنو نعمل. بس يا رشيد انا جيتك. ما عندك حتى شيء. هذا يتسمى استغلال النفوذ. استغلال النفوذ بتاع شنو استاذه؟ استغلال النفوذ باش تبلبز لي عرسي. انا بلبز لك في عرسك الواه، شو يهمني فيك؟ شوف سفيان، جيت بيروز حقيتك ولقيتك، يعطيك الصحة وبارك الله فيك. اما بعد مرميدة اللي مرمتها لي اليوم دخلت فيا غوله انا ودارنا وضحكت عليا اللي يسوى واللي ما يسواش وجابني هكا نهار تكذب من صديقي نبحث انا وياك سلاكيت مازلت نلقاك في ثنيتي ما تلوم كير روحك سمعتني ليسونتي بلديه ولا كتيب تصداق نتاع محاميه هكا والله الناطق الرسمي نتاعنا يكلم فيا يسال اش باش يقول إذاعات وتلافز عابدينو عندكش فكرة شي نجم يقول يا الشباب اللي صار كل صار في إطار أبحاث متعلقة بقضية مقتل الزميل أبحاثنا كملت والقاتل عرفناه شكون جمال الصحراوي اللي قتل روحه من فوق بلاص هذه كيفاش النجم ندخلها لك المخك يا الشباب مازلت مانيش مقتنع قلبتها شقلبتها من الشيرات الكل فما حكاية بتركبش تقتنع ما تقتنعش أمورك بلكش تسقيلها الوزارة متاع السيد الوالد الإدارة قالت أفير كلاسي وزيد اللي عملته يا سفيان والله كان مش معزتك راني وقفتك على الخدمة دي سونت على كتبان صداق متاع محامية ناقصين مشاكل احنا بربي قل عندكش سبب واحد مقنع يخليك تصرفتك أنا شاكك إن المحامية تعرف برشا حاجات وما تحبش تتكلم ونعرف اللي جوها نظيف وما هيش بتاع الخمج هذا عاد قلت كان تعرف شنو عمل بايرة بن صالح مالكش تدور عليه وتتكلم يا سيدي فرضا عندك حق ما كنتش نجم تبعث لها استدعاء وتجيبها وتسمعها كشاهدة حبيت تتراوج مالكش تتكبس وتتكلم حبيت تتراوج ولا حبيت بلبز لها عرسها؟ كيفاه؟ على خاطر المحامية مقدمة بيك شكاية تقول اللي هي تتعرض للهرس لا من تالا سيادتك وزيد قلت لها في بيروها اللي أنت مضروب فيها يا عشاق
اسمعني، هذا اخر تنبيه. سيتونا فير كلاسي. والله يا سفيان المره الجايه ما زلت تتصرف من غير ما تشاورني، ما نترددش مرتين ونوقفك على الخدمه. طيب ذرك لا ما تضحك، انا نكبر وانت تخرف ولا شنو حكايتك؟ تكلم تتاهر لي فيها راه، شنو يضحك فيك؟ ما كتبتش ستيم بعد الفوفا اللي صارت، كل ما تصورش كان باش تكتب الجمعه الجايه، على الاقل ربحت شويه وقت. وقت الابحاث ولا وقت المحامي اللي حلت في عينك؟ في زوز مش مربوطين ببعضهم. بربيكم تردوك من خدمتك. بقصة نذكر ربي. هو كل مش حكايه جمال اللي قال لك ود بباقي ضرب وزكراتش. انا بدينا نقطك فك عليك. هاي بي على القليله فما واحد بدا يفهم فيه. ما عنديش شهود. ينجم يقولوا الحكايه جبتها من راسك. اللي عملته في البلديه راه ظهر لك موقفك. اوه قدكش بلابسي. تعرف شنو اللي يضحك واللي يبكي في الحكايه هذه؟ اللي حاسس اللي الحال قدام وجهي وما مانيش شرف فيه. نجله. كنت تتكلم نجله. المحامي هذه؟ المحامي اللي كورت بيا كما حبت وشتات. الفقد بها كان مخر. انا اللي مقلقني في الحكايه كل اللي وليت تلعب براسك. ما زلت مواصل في الابحاث وقت اللي دارت قتلك يزي. تنجم تلقى روحك بطارة. فك عليك عيش ولدي. اش مدخلك عملت اللي عليك ولا اكثر؟ قالوا لك يزي يزي. يا اخي توا صدفة انت خرجت من الحبس البوليس تقتل والدب وتسرق. لا ما هي صدفة. نهارتها زادة صار زلزال في البوركينا فاسو. من يارا زادة. بربي ما نحبش نكعرك. اما فما حاجة ماهيش داخلة لمخي. علاش دافع على زينة؟ حبي تقتلني راه. ايه مرت خوي مش حابين نعمل لها. صحيح مرت خوك اما راهي لازم تخوك باش يضغرك بسكينه. ايه مش بالعاني، عباره واحد واخر بكرهبته وضرب ولده وقتله بالعاني. مالا كومباريزون؟ تقام في واحد عمل مارش اغيغ بزوج جايين يسريو في الليل باش يقتلوا امراه. نسالك سؤال اليوم نهار الاسئلة اش مازلت ما سالتش انت. كي ما جيتش بيت بحذايا ليلتها راك ساكت على خوك ومخبي على الطفل على خاطرها مرت خوك وكان زمرك خبيت معاهم الكادافر هكا ولا شبيك سكت؟ اتكلم عاد. حتى كان جيت انا اللي مت راني لعلح بيك باش ما تشكيش بخويا وتعاونوا باش يتخلص من جثتي. حياتي كامله نحن مش نعمل عائله. لا جو سوي بيان سيرفي. شنيا؟ معناها مانيش من مستواك؟ مش من مستواي وسكت. اي مالاش تعمل معايا؟ C'est une bonne question. شوف نجلة، أنا راهو عندي نورمال تصب بيا تصب بزينة، هكا ولا هكا باللي باش تعمل الكل مانيش مستعد باش تتمس منك شهر، ونحكي معاك بالرسمي مش قاعد نفلم. أنا ولاد حومة صحيح، جارحين صحيح، أما اللي صار يزي، مانيش قتال ترويح. نجم نضمن لك في روحي، في إبراهيم، في بدر، وهاك مجرح بنتو. أما راهو الحاج ما يوخر قدام حد شيء. وهو تو ماهو راك حكينا على خاطر يعرف اللي انت باش تولي مرتي. كان تخمم باش تبعثني ابعث حقك. مانيش من مستواك ومشاكلي كبار وجرتي نحسه و و و و اما الحاج ما يزموش يعرف اللي فما مشاكل ما بينتي انا وياك واللي انا مانيش مالي يدي منك. انا مستعد نعطيك عمري اما ما نعرفش كي نجم نحميك منه. تهد فيا معناها؟ والله ليه؟ اعمل اللي تحب وانا معاك. اما نحب نفهمك اللي ريس كبير واللي انا خايف عليك. تو برجو ليه؟ انت تحبني؟ مشيكلي كل جاي ما غادي. اما برجو ليه حكيتك انت وكل بوليسي بيزار شوي. فما حاجه ما بيناتكم؟ كيف فما حاجه ما بيناتنا ونقعد ما بيش كاي؟ ياك مشيت له للدار وركشت بحذاه. ركشت بحذاه؟ مازلت تعودها فيا ركشت بحذاه لما كسر لك وجهك. ركشت بحذاه خاطر انتم تحبوا تقتلوني. ما انا ركشت بحذاه هذا ما خلى حييك. قداش ما تحشمش؟ يظني انت بعد اللي صار ما بيناتنا سخينا هكايا نمشي مع اللي يجي. نستاهل؟ يا سيد ما خلى ما عملها على خاطرك حتى من كتبين صديق بلبزو. شنو هي هكاكا في الهواء؟ يباز راك انت شجعت شوي. ما خلى حييك. قداش ما تحشمش؟ اقص علي من داي. اقص علي من داي. سامحني سامحني. اقص علي من داي. Oh, my God.
بسار بسار تردت على ريوست. علاش تردت؟ هم سايبوك. يسايبوني على خاطر ما عندهم حتى بروف يضربولي على الطيار. ما راسلك؟ تي راسلك لا شيء. البوليس لها ماضي ماضي على الاخر زاد. ربطت لها خيوط ربطه صحيحه. نعم خيوط. يبربش وخرج لي الدوسيات متاعي. كيفاش شديت خربتي بعد ما تغرت ولد الحاج، وكيفاش البوليس تقتل ودب وتسرق بعد ما خرجت من الحبس. تي حاسين فاهم اللعبه بالقديه ما يضبط ما لقاش بروف. ايه ما عنده ما ياه. تو ما عنده ما ياه. مشكلة فيش قارني مع نجلة حكاية قدام على كل شيء، ونجلة تعرف لي الحاج شدد علي حكاية، وزيد هي محامية تفهم في الإجرام. ياك هو حتى هي ولات تربط في الخيوط تو. واش قاتلك؟ تتبربش وتنسنس، أما بتبيع بروالدها. شربتها زعما صدقتك؟ هي قالت صدقتني، أما أنا نعرف اللي تلف فيه. فاهم اللعبة بالقدية ما تحبش تقولها لي ديريكت. هي حاشمة مني؟ هي خايفة مني، خايفة على الراحة. وده وش باش تعمل معاه؟ تو حد شيء، حاسسها انفلكت وربي يقدر الخير. يبرعك احا وقت بوزداخ في ماجي ما تبرد. ما حبتش، قالت لي خلي الامر يسترع. والصغيرة اللي في كرشة، اش باش تعملوا؟ انت تعرف قديش حكيت الحبالة من الاول هبلتني وخرجتني من عقلي. اما تو الحاجة الوحيدة اللي باش تسلكها لي هو الغشير اللي في كرشة. كيد ضايع. متطيحوش، امرأة مكهبة على سن اليأس، انت هي عقدة حياتك فيها ما جابتش صغير، باش تقوم تطيحو، مستحيل. هكا هو ما سألوكش على حاجة أخرى؟ هذاك هو. توا هذوما حكايات يعملوا عليهم ديسونت؟ انت شنو هي السيد تقول حاضر معايا نهار اللي قتلتوا البوليس وانت تقول هذوما حكايات؟ أكثر من هكا ناقص كان تمدوا الفيديو. إيه ما هذا كله كلام وتكهنات. الرسمي عنده بروفا شاهد استعرفت بحويجة. هكاك ما عنده شيء ثبت. بالكش المحامي وشفت له حاجة هكا ولا هكا. تكلم يا عيش ولدي، كان فما حاجة خلينا نلقفوها على بكري. لا بالعكس، حضرت معايا ودافعت عليا قدام. ربي حل القلوب على بعضها إن شاء الله. نفرحوا بيكم تكتبوا لنا صديق المحنون. إيه تو كيكست شوي. كلام البوليس دخلها بعض. أما صفاها تركع. لا هكا أنا ما يساعدنيش. الفاتحة باش تقرا يا في البلدية يا في الجبانة. وأنت قول لي شنو اللي يساعدك خير. يسأل عني بيا حاج فاش قام الكلام. والله كان أنت ماكش خايف على روحك، أنا خايف على بنتي. وباش بنتي ما تضرش مستعد نقتل المحامية وعمادة المحامين كالزم. ولا عندك كلام آخر؟ واضح. ملكي واضح برا عيش ولدي، كمل نص دينك. خلينا نفرحوا الناس الكل. هكا ولا هكا كل شيء حاضر، حتى من الصغير عملتوها ما شاء الله. فيلم ميرهاش. يا سفين يا سفين. ما تروحش بيه مخر غدوة يصبح يقرأ. سفيان يا ولدي ما عقلتش صوتي، عيب عليك راهو. لا حاجة إن شاء الله خير. قولي طلبني باش تصل على حوالي. مش قلت لي عندك حاجة تحب تعرفها في موضوع زميلك يرحموه؟ إيه. إيما أنا نصيف ساعة ونلقاك في التبرنة اللي مستانس تقعد فيها. قولي شو اللي تقعد في البيران حاج؟ يزي من البلاد عايش ولدي ما تبطش عليه إلا نستينف. Thank you.